نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري الأخبار اللي تم نشرها بأن الحكومة تعتزم الاستغناء عن 1,000,000 موظف وأحالتهم للمعاش خلال 5 سنين الجايين. وطبعا حضراتكم عارفين أن هذا الخبر أثار موجة عارمة من التعليقات اللي بعضها الحقيقة كان بيحمل قدر عالي جدا من الإحباط الشديد على وسائل التواصل الاجتماعي. مجلس الوزراء أكد أيضا أن أو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقريره أكد أن الهدف من تطوير الجهاز الإداري للدولة لا يعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن العاملين فيه، بل بالعكس الهدف هو محاولة تطوير قدرات وأداء الموظفين على حد وصف بيان مجلس الوزراء أو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اللي بيصدر تقارير بيوضح فيها حقيقة ما يثار في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هنضم إلينا هاتفيا دكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا دكتور. هذا التصريح نسب لحضرتك يا دكتور اشرف، طبعا النهارده في نفي من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لكن الحقيقه انا كنت حريصه ان حضرتك تكون معانا النهارده حتى تكون الرسائل واضحه. لا يعني هو زي ما الحقيقه ما البيان مركز المعلومات وضح، هي الخبر ملوش اي اساس من الصحه. كل اللي احنا كنا بنقوله ان احنا وفقا لقاعده اناث الموظفين اللي موجوده عندنا في المتوسط حوالي 200,000 موظف بيبلغوا السن القانونيه للمعاش اللي هو 60 سنه سنويا، يعني على مدى الخمس سنوات القادمه حوالي 1,000,000 موظف هيحالوا الى المعاش لبلغهم السن القانونيه للمعاش. لكن ابدا مش ان الحكومه هتستغنى عن العمال ولا هتحيل 1,000,000 موظف على المعاش ابدا. دايما التصور اللي موجود ان هذا الجهاز الاداري يحمل عدد كبير جدا من الموظفين اكبر من طاقاته، كيف سيتم وفقا لخطه التطوير اللي حضراتكم بتفكروا فيها يعني الاستفاده من القدره الحقيقيه لهذا العدد الكبير في تطوير منظومه العمل الاداري؟ يعني هو احنا مركزين الحقيقه زي ما انا قلت لحضرتك، اولا في حوالي 1,000,000 موظف بيخرجوا على المعاش خلال الخمس سنوات القادمه لبلغهم السن القانوني للمعاش. احنا كمان الحقيقه عندنا في القانون الجديد قانون الخدمه المدنيه اللي صدر ونشر في الجريده الرسميه في اول نوفمبر، احنا عندنا بندي ميزه لو الشخص طلب ان هو يخرج يتقاعد معاش مبكر اول ما يعني بعد الخمسين سنه مسموح ده وفقا للقانون. القانون لو الموظف اختياريا، وباكد على كلمه اختياريا، كنت لسه اقول لحضرتك يعني لان النقطه دي مهمه، يقول لك بيتم دفع الموظفين او يعني اجبارهم او يعني تزهيقهم، مفيش اي نوع من الاجبار تماما. يعني القانون بيقول لو الموظف رغب اختياريا وتقدم ان هو عايز يتقاعد تقاعد مبكر بعد بلوغه سن ال 50، احنا بنديله 200 بنرقيه للدرجه الاعلى، بالتالي بيبقى في فايده ماديه وادبيه، يعني مرتبه يبقى اعلى ومعاشه بالتالي بيبقى اعلى، وطبعا ادبيا لو هو مثلا مدير عام بيخرج وكيل وزاره او كذا. دي ميزه. الميزه الثانيه احنا كمان بنضيف له 5 سنوات على مده الخدمه بتاعته، فلو واحد عنده 55 سنه ورغب ان هو يتقاعد مبكرا بنخرجه كانه خارج على سن 60، يعني معاشه مبيض. احنا كمان ده ممكن يضيف الى الاعداد اللي هتحال الى المعاش لبلوغها سن التقاعد رسميا. الحاجه الثانيه الاهم بقى هي الحقيقه الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الضخم جدا اللي احنا هنقدمه، وهنغير خالص منظومه التدريب الحياتي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، والموظفين هيشعروا بده بشكل واضح جدا. احنا في رؤيه واستراتيجيه مصر 2030 بناكد ان 1% على الاقل من موازنة الأجور تخصص للتدريب الإداري في الجهاز الإداري الدولة. ده معناه إن إحنا هنخصص يعني مليارات الجنيهات للتدريب الإداري خلال لرفع كفاءة الموظفين. لرفع كفاءة الموظفين، والحقيقة ده هيعود بالنفع على الموظف بتقييم الأداء بتاعه، وأيضا على المواطن اللي هيشعر إن شاء الله يعني باختلاف كبير جدا وملموس في مستوى الخدمة اللي بتقدم من خلال الموظف بإذن الله. هذا مع افتراض يعني في دايما اتقالوا يعني في قانون مع ثبات العوامل الاخرى، هل ثبات العوامل الاخرى هو الاتجاه لعدم تعيين اي موظفين جدد في الحكومه؟
لا هو الحقيقه احنا حاطين يعني بعض القواعد اضطرينا لتعيين الحكومه، التعيين في الحكومه ان شاء الله الفتره القادمه هيكون وفقا للاحتياج وهيكون بمسابقه مركزيه، ما بيبقاش فيها تدخل عنصر بشري لان الامتحانات هتكون على الكمبيوتر، فاحنا بنلغي خالص فكره الواسطه والمحسوبيه. اه زي ما سياده الرئيس اكد النهارده. خالص يعني هي المعيار الاساسي هو معيار الكفاءه ولا شيء غير الكفاءه، وده الدستور الحقيقه كده بشكل واضح جدا. الحاجه الثانيه ان احنا بنتجه اكثر في اتجاه التطوير العماله داخل الجهاز الاداري، لان احنا عندنا اماكن فيها فائض في العماله وعندنا اماكن فيها نقص في العماله، فاحنا كمان بنتجه اكثر لفكر التدريب التحويلي وان احنا نبدا نستوفي الاحتياجات من الاماكن اللي هي فعلا فيها فائض في العماله. أنا بشكرك معالي الوزير الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معانا وما تقدم.